Oh my god, there she was. السلام عليكم يا إصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من المخلوق المرعب الذي صورته كاميرا المراقبة إلى المنزل المسكون، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. دخل لقلعة مهجورة، لكن ما حصل كان مرعبا. يعود هذا الفيديو لسنة 2012، وقد صوره شاب كان في رحلة سياحية لقلعة قديمة في وسط الجبال في فرنسا. فبينما كان يتجول داخل القلعة رفقة السياح ويصور المكان، التقطت الكاميرا بالصدفة شيئا مخيفا ولا يصدق. فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فجأة ظهر مخلوق شفاف يشبه شكله رجلا ضخما طويل القامة. بعد ذلك اختفى في لمح البصر وكأنه لم يكن موجودا. لم ينتبه أي أحد من الموجودين هناك لظهور ذلك المخلوق في تلك اللحظة، حتى أعاد الشاب في وقت لاحق مشاهدة ما صوره في هذه الرحلة، وقد صدم عندما رأى هذا المخلوق. إذا ما رأيكم؟ هل ما ظهر كان جنا حقيقيا يسكن هذه القلعة القديمة كما يقال، أم أن لديكم تفسير آخر لما ظهر؟ كان يصور المبنى وفجأة ظهر شيء مرعب. في 22 من شهر فبراير سنة 2019، قامت الحكومة بتدمير المنزل السابق لبابلو إسكوبار في كولومبيا. وأثناء عملية الهدم، قال العديد من الشهود بأنهم رأوا مخلوقا شفافا يتحرك بسرعة غير عادية داخل المبنى. وقد نجح رجل كان يصور عملية الهدم في تصوير ذلك المخلوق بالصدفة، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. في شرفة المبنى ظهر مخلوق أبيض شفاف كان يتحرك بسرعة خاطفة. كان ذلك المخلوق يبدو وكأنه يحاول الهرب قبل تدمير المبنى. تم اعتبار هذا الفيديو من أكثر التسجيلات الحقيقية والواقعية التي ظهر فيها الجن بشكل واضح.
لأنه بالإضافة لهذا التسجيل كان هناك شهود آخرون قالوا بأنهم رأوا نفس المخلوق. لكن في الآخر يبقى الحكم الأخير لكم، شاركونا تفسيراتكم في تعليق. Alright, we're at Subway at Memorial Hospital, and there's been reports of ghost activity. كان في المستشفى وفجأة حصل شيء مرعب. يعود هذا الفيديو لسنة 2010، لذلك ستبدو لكم جودة الصورة سيئة، لكن هذا لن يمنعنا من رؤية الشيء المخيف والغامض الذي ظهر فيها. في التسجيل يظهر شاب كان يصور كافيتيريا إحدى المستشفيات، وفجأة حصل هذا الشيء. فلنشاهد التسجيل. Alright, we're at Subway at Memorial Hospital, and there's been reports of ghost activity. Maybe we'll get lucky and capture a ghost. It's a ghost of a little girl. Oh my god, there she was! شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. Oh my god, there she was! Oh my god, there she was! في الأول كان كل شيء يبدو عاديا، وفجأة وبشكل غير متوقع مر من أمامه بسرعة مخلوق شفاف. نشر الشاب هذا الفيديو في اليوتيوب وكتب في الوصف: شبح فتاة صغيرة تجري في الكافيتيريا. فعند إبطاء الفيديو وتدقيق النظر جيدا، يمكن ملاحظة بأن ذلك المخلوق الشفاف يشبه شكله البشر. يعتقد الشاب بأنه تم إيقاف العمل في هذه الكافيتيريا لأنها مسكونة، فما رأيكم؟ It's a ghost of a little girl. Oh my god, there she was. هذا الفيديو المخيف والغامض نشره رجل على موقع الريديت وقد أثار جدلا كبيرا. يقول الرجل بأن هذا التسجيل صورته كاميرا مراقبة في منزل صديقه والذي توفي قبل أشهر، وهذا التسجيل صورته الكاميرا قبل أسبوعين فقط من موت صديقه. ففي وقت متأخر من الليل التقطت كاميرا المراقبة شيئا مرعبا. فلنشاهد التسجيل. فجأة ظهر مخلوق شفاف يشبه شكله رجلا كان يمشي في الفناء الخلفي للمنزل. بعد ذلك اختفى في لمح البصر بشكل غريب ومخيف. يقول صاحب الفيديو بأن تلك السيارة هي التي مات فيها صديقها بعد أسبوعين من ظهور هذا المخلوق، مما جعل الكثيرين يعتقدون بأن ما ظهر قد يكون له علاقة بوفاة الرجل. فما رأيكم؟ Taxi. Hey. خرجت في الليل، لكن ما حصل كان مرعبا. امرأة تعيش في مزرعة بمنطقة غابوية نشرت مؤخرا على حسابها في تيك توك تسجيلات اشتهرت بشكل جنوني صورت فيها أشياء مرعبة بدأت تحصل لها باستمرار داخل المزرعة. بدأت القصة في هذا اليوم، فبينما كانت تصور قطتها فجأة حصل هذا الشيء. Lenny. Lenny. Hey.
بشكل غير متوقع بدأت تلك الدلاء تسقط من سلقاء نفسها عدة مرات. شعرت الامرأة بالخوف وهربت من الحظيرة. ليس هذا فقط، ففي هذه الليلة وبينما كانت تصور الخيول فجأة حصل هذا الشيء. تاكسي. اي. سمع صوت مخيف كان ينادي الامرأة، ويمكنكم ملاحظة بأن الخيول توقفت عند سماع ذلك الصوت. يوما بعد يوم بدأت تلك الأحداث المخيفة تزداد حدة وخطورة. وفي هذه الليلة وبينما كانت الامرأة تمشي في المزرعة فجأة حصل شيء مرعب، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. لم تنتبه الامرأة لظهور مخلوق أبيض شفاف كان أمامها مباشرة. بعد ذلك سمع صوت مخيف يقول: كيف لم تريني؟ بعد كل ما حصل بدأت الامرأة تشعر بالخوف وعدم الأمان في المزرعة، وتعتقد بأن ما حصل له علاقة بالجن والخوارق. إن كنتم تريدون تتبع جديد قصة هذه الامرأة فأخبروني في التعليقات. وفي انتظار ذلك أود معرفة رأيكم وتفسيراتكم حول ما حصل لهذه الامرأة.